أحسن الله إليكم. المرسل محمد عبد الله يقول: أنا شاب ملتزم ولدي إخوان لا يصلون، مع العلم أن أبي وأمي محافظان على الصلاة والصيام والنوافل، لكنهما لا يهتمان بصلاة إخواني، وإذا أخبرتهما بأن إخواني لا يصلون قال: كل إنسان وذنبه في رقبته والهداية بيد الله، مع العلم أنهما أي الوالدين محافظان علينا من ناحية دراستنا وشغلنا وأكلنا ونومنا، وغير مهتمين بالصلاة ولم يعودان عليها منذ الصغر، ولكن إذا قصر أحد في الصلاة لم يحاسباه ولم يعاتباه، فعندما يؤذن يذهب أبي إلى المسجد وهو يعلم أن جميع إخواني في البيت، وأمي تذهب إلى غرفتها تصلي وتعلم أن جميع إخواني في البيت، وعندما أخبرهما بأن إخواني لم يصلوا يقولون لي: إنك تخرج وتدعهم، وكذلك في الفجر، وقد قلت لهم كثيرا إن أبي سوف يوقظهم للذهاب إلى المدرسة ولم يقيمهم للذهاب إلى المسجد، حتى في أيام الإجازة لا يهتم بصلاتهم، فما حكم عمل والدي وبما توجهونهما؟ جزاكم الله خيرا. أنت أحسنت، جزاك الله خيرا للاهتمام في هذا الأمر وإنكار المنكر والغيرة على إخوانك، أنت محسن في هذا. وأما الوالدان المهملان لشأن أولادهما من جهة الصلاة فهذا خلل عظيم وترك لواجب عظيم بحقهما، فإن الله سبحانه وتعالى كلفهما بتربية الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فالواجب على الوالدين أن يقوما على الأولاد بالأمر بالصلاة وإلزام الأولاد بالصلاة، ومن بلغ العشر ولم يصلي فإنه يجب عليهما ضربهما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهما تركا واجبا عظيما، ولو كان يحافظان على الصلاة هذا شيء واجب ولا بد منه، لكن تركهما للأولاد هذا تضييع لواجب آخر يأثمان عليه. وأما قولهما ما عليك منهما أن تصل وتركهم هذا كلام باطل ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم وقاية الأهل من النار أمرهم بالمحافظة على الصلاة وإلزامهم بالصلاة. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فالواجب على الوالدين وعلى المسلمين عموما أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا سيما الأقارب. قال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالواجب على الوالدين واجب عظيم نحو الأولاد، وأن لا يتركوهم يضيعون الصلاة ويجلسون في بيوتهم، فإنهم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يريدان من الأولاد البر والخير فلا بد من التربية على الدين وعلى الخلق، فإن التربية ليست مقصورة على تربية البدن بالطعام والشراب والملابس والنفقة، تربية التي هي أهم من هذا تربية النفوس، تربية القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه هي التربية المفيدة، التربية النافعة. أما الاقتصار على تربية الأبدان فهذه تجر إلى شر، تجر إلى الانحراف إذا لم يصحبها تربية للقلوب وتربية للأرواح على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.